أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في أحد القرى يوجد مسجد صغير لا يكفي المصلين خاصة في يوم الجمعة، فيضطرون إلى تفريغ وتخلية المنازل القريبة من هذا المسجد ليصلون فيه، علما بأنه لا يوجد غير هذا المسجد في القرية، والسؤال: هل تجوز صلاتهم؟ إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف في البيوت وفي المسجد ما بينها فواصل بعيدة فلا بأس للحاجة، على أسطح المنازل أو في الأحواش التي حول المسجد أو في السرحة التي حول المسجد واتصلت الصفوف من الداخل والخارج فلا بأس. نعم.